فلوس الصلاة وبرنامج دتك اللغو في عسينة يوين دتك ما انت تشوغ هدي اللي وران لها هالكي سلاة دوحة اللي ينكو سينة يا العقد دتك ودن ايو دتكن لعيين قويس كان هو آبا يسدح دي سويلو اللي كاليرادو محمد ياسر يا حسن آبا وحو عرورتي سلاة على وناقة خيرك يا صلاة وحو مروال بليب كمري تيري او كعينتا صلاة صباح بل سيئيو قاعدة يوليب سنترين آبهود مالين مالمها كمدا يسكو سوقادين صلاة يأموره دا وحينا هذا اللضو دا كمدها إن صلاة ونعسين يو آبهود بل سيوحا آقا كدواء آبهودو دقيسين يي هذا الكيكو هالليان وحونا آهدو قحوما داي هذا اللضا يعرورتو عرورتي سلاف سنيان لا حول ولا قوة إلا بالله ويش أسوي عشان أحبب أولادي للصلاة مالنا ايو اسكوغو ييري ابيهي ويلاشيسي وحاونا او شاقاي روحي الالية سلاة الصباح وهليو بغول ريال مالنتي بيشي او سيداس كوهلي دونو صدحكن او ريال ارنتان ادا ايو غفر حيسي ويلاشي اولادي انا اعترف ان كان اسلوبي خطأ لما كنت اجلسكم حق صلاة الفجر ومن هذه اللحظة انا ما راح اجلسكم وكل واحد يعتمد على نفسه بس اللي يجلس يصلي صلاة الفجر أنا بعطيه 100 ريال عن كل يوم يصلي فيه صلاة الفجر بدون ما أجلسه يعني يا يبا إذا صلينا صلاة الفجر في وقتها تعطينا 100 ريال عن كل يوم؟ لا بعطيكم 3000 ريال دفع واحدة نهاية كل شهر قولوا لي ليش؟ ليش يبا؟ إيه قلت لي ليش؟ عشان اللي ما يصلي صلاة الفجر في وقتها بخصم عليه 100 ريال عن كل يوم وحاينا يسكو ديارينا يان سيديا يوقع لهايين صلاة الصباح وحايسو يبسدين ساعته سيسهبينكي ياسر وحو ولالي اسكعد صنيين يتوسيان هدي اي كعين وايان اي بيو وتشيق وشبان وحلقي صلاة الصباح أدن كذي لتشوغو ولسيكو ماهي كعين صلاة أدن كذا وحادي صلاة واغذي ساعدي وحيكو كعين ساعدي حسن حسن يلا قوم قوم waa maalintii koowaad maxamed iyo xasan waa loo saxay inay maalintii koowaad tukadeen salaada subax balse waxa jiifay yasir waxa ay u sheegeen in xilligi salaada la joogo balse uu ku ciwaayay waxay xasuusiyeen 100 riyal waxa uu u dagdagay in salaadu dhaafin si maalintaas 100 riyal uu u helo صبحك الله بالخير يبا الله بالنور أبوي كان باقي على طلوع الشمس يبا في وقت أبوي يمديك تصلي مالين مالمها كم إذا يا وحا كل مي محمد يا صاحب كيس وحا وشاقي إن مالين تيوه هليو هدي وصلاة صبح تكدو بقول ريال بشينا صدح كن او ريال هلك سند كيو كهله يصدن يلح كن او ريال محمد صاحب كيس وحا وهاني وناكسن او خيت لا جعل صاحب كيس وحا اونا او شيغي او وحاد او تكنيسا لعق او تكن ميسد ميا ان اد هشو رالي اهان شها الله محمد وحا وفهمي حقيقه دا صلاه هبينكي وحا او كعي كل هره انت اينا سو قيلين ساعدو وحا او غبي اهانتد بدمي ساعدي waxa uu galay salaad waxa uu xasuustay hadalkii saaxiibkiis ee ahaa
ها أوتو كان بقول ريال أوتوكو إنها تقلق وقلواتو. استنى قبل ما تكبر شوف نيتك للصلاة، صلي لله ولا عشان 100 ريال؟ أصلي صلاة الفجر قربة إلى الله تعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مع الأذان والإقامة، إذا أردت أن تعلم مستوى الإيمان عند إنسان ما فانظر إلى حالته عند الأذان. المؤذن كم مرة يقول حي حي، يعني أقبل عجل على صلاتك. محمد وحبطنا يا إسكبدلي وحاو بلا بيد جيسك قرآنك محاذروي كي دروس تبع. الله أكبر الله أكبر. وحلقي سلادة وحا أكفر يا ولاليهيس وحاو حسوسيي إن لقاري صلاتي بلسي ولاليهيس وايد بصدين هذلك محمد. وحالا ما تيبشي نيوالي بوحاو لوريو وصدح كن او ريال نيوالي بوحاو كفر حسن يهي العكت اللي سيي إلا محمد او اسكدي دي العكتي أبيهيس أيالي يا أبي محمد وحاونا سؤالي سببتو العكتو دي دي محمد وحاو يري أبي هدي أنقاطو العكتان نفتي دايان ريالي قليي بلس الله سبحانه وتعالى ما أن الريالي قلين. يا يبا أنا إذا أخذت هذه الفلوس أرضيت نفسي وبعت رضا رب العالمين. كدب وحاو وانيي ولاليس وحاو نكيري ولا ليال أبي وحاو ينوبل نقاضي العق سي آنو إلى لنا صلادة بل سي الله سبحانه وتعالى وحاو ينوبل نقاضي تنو أي دحد يديهين حور العين جيدو يو بيو يدو أي سيدا استهي صلادة ما إلى لنا تاسي وحاينا تصيصا إنه ضعيف يهي إيمان كيرنو. يا أخواني أبوي وعدنا بفلوس وكمنا نهتم في الصلاة، والله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة فيها حور عين وأشجار وأنهار ولا قمنا نهتم في الصلاة، وهذا وش يدل عليه؟ يدل على أن إيماننا بالله ضعيف. وحا برنامج كان سوكو بيو سو أروريي ولكن عبد الله عبد الكريم تكر اونا يدين سو قدبنيا وحان ويد الله النهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.